السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة قررنا ان احنا ننزل نشتري لبس العيد. منين بقى؟ من مدينتي. هتجيب ايه بقى انت؟ فانيلا. وايه تاني؟ لقيت بازار نشوف. يا بص ان الجلال اصغر مني. احنا هنروح هنخش هنا نجيب لك من اولاد وبنات دي. يلا بينا. في ما هو في هنا شورتات على قدك اهي. شوف بقى الشورت اللي نازله. مش انا حضرتك اول ما دخلت حاولت اسيطر على الولاد، حضرتك عملت لي كده وقلت لي مكانك سيبهم على راحتهم. حصل او انا رجعت تاني وقلت لك اصل ولادي يعني، وكنت عايز اكمل واقول لك شياطين، حضرتك قطعتني وقلت لي الاطفال احباب الله. حصل في الاخر انا قلت لك خلاص بقى انت حر. حصل حتى بالاماره وانا ماشي قلت لي ربنا يخليهم لك. حصل وادي نتيجه اللي حصل. انا مستعد لكل التعويضات، الخسائر كلها ابعتها لي. احنا هنروح نصلي في المسجد ده. يلا يا ساجد نروح نصلي. قافل؟ لو قافل بقى تبقى مشكله دي بالنسبه لنا. قافل ايه ده؟ دي السيدات يا ساجد. تعالى نشوف ده بالناحيه الثانيه. تعالى وفاتح اهو. تعالى تعالى بس هنصلي في الحته دي. الا صلاتي ما اخليها هي حياتي دنيتي فيها، إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها. ما هو ده هارد. ما انا عارفه ان هو يعني أرض. يعني احنا ممكن نجيب بوكس السيطره. ما ده اللي احنا جبناه المره اللي فاتت لما انا وانت وسجد كنا مع بعض. ما ده حلو. ماشي ناخد الوجبه دي ومع ده اللي جوه بقى تاني. وده ايه؟ اتنين ساندوتش كومبو؟ يعني نجيب ده ومع ده. ها يا ساجد قلت ايه؟ نجيب ده؟ نجيب بوكس السيطره ده؟ يلا طيب. يلا. وقع مش فاهم. افتح. وقع مش فاهم. بوكس السيطرة، ما هو جواه اهو السندوتشات يا سيد وبيبسي. خش اقول لك. طبعا كنت قلت لكم ان انا اصلا اشتريت جهاز كده اسمه جيمبل جديد. الجيمبل ده بيساعد في التصوير جدا وبيحافظ على ثبات الصورة تقريبا. ده ممكن يكون متلاحظ في الفيديوين الاخرانيين، الفيديو بتاع سقارة والفيديو بتاع الزمالك. اللي هيتفرج عليهم هيلاحظ فرق كبير جدا. فانا عايز افرجكم على الجهاز ده. جهاز ممتع للتصوير بالموبايل، يعني بتمسك الجهاز بيحافظ على الثبات بتاع الموبايل كانك معاك كاميرا بروفيشنال بالظبط. Thank you.
انا بحاول اصور لكم الفلوجات اللي بعملها دايما براعي ان انا اطلع لكم احلى صوره والموضوع كمان يبقى مفيد للناس، ان انتوا الناس ما تزهقش او تمل من الموضوع، فبحاول على قد ما اقدر. فطبعا ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني ان انتوا تعليقاتكم بتخلي ان انا بحسن المحتوى اللي انا بقدمه، بتخليني دايما في تطور ان انا بطور المحتوى اللي انا بقدمه. اللي يرجع لفيديوهاتي الاولانيه هيحس فعلا ان في تطوير بدا بيحصل، وانا بتعلم كل يوم حاجه تقريبا في المونتاج بتفيدني، والمونتاج ده بحر كبير جدا، ده هيعمل له ممكن حلقات عشان نتكلم عنه. بس اعتقد ان اللي بيتفرج بيبقى عنده سنه رضا كده على المونتاج اللي بيتعمل، بس لسه في احسن ان شاء الله. الايام اللي جايه في فلوجات كتير هتحصل بجوده عاليه جدا. بسمع عن السري كان احسن، بسمع عن السري احسن، يعني بيقول واحد بس بيقول لي مثلا البطاريه اللي هي بتستحمل الطاقه جوه السري احسن من فوق، الفور مثلا يبوظ عليه بطاريات اكتر، السري استحسن. اقول لكم ليه سوني لحد دلوقتي ما نزلتش 6، مع انها المفروض كل سنه تنزل بلاي ستيشن، لان 5 اول حاجه يعني بصوا ما اعرفش، بس بقول ممكن يكون كده. انا كنت في الاول كنت اشتري فوق في الاول خالص، بس انا كنت فاكر الفور محتاجه فيديوهات عليه، بيقولوا فيها البلاي ستيشن 3 احسن من البلاي ستيشن 4، مش عارف ازاي. هنا انتهى الفلوج، وبقت المحاولة بالفشل ان احنا نشتري لبس العيد للولاد، لان الموديلات قديمة جدا والاسعار غالية جدا، فقررنا ان احنا نأجل المشوار ده لقبل ما يخلص رمضان بشوية تكون الموديلات جديدة نزلت. اشوفكم الفيديو الجاي. يا رب تخش كده تعملوا له كده بابا اشتراك ومشاهدة كتير ولايك كده، يعني تعرفين. السلام عليكم. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.